السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندنا وصفة هذه فيها مكونات 250 غرام زبدة، درجة حرارة الغرفة كأس إلا ربع، سكر، نمزج المكونات جيدا. اللي تحب تستعمل باتور تستعمل، حرية شخصية. حتى نحسو داك السكر ذاب في الزبدة، سأحاول شرح كل شيء باللغة العربية الفصحى لكي يفهمني الأجانب الدول العربية المجاورة. سنضع 4 بيضات، هنا وضعت 2 3 4، ونعيد نفس الطريقة. نمزج المكونات، ومن تريد استعمال باتور كذلك لها الحرية. أعيد وأكرر. نتحصل على مزيج كريمي. انا تعمدت اني ما نستعملش الباتور باش ما تعزوش وتقولوا ما عندناش وما نخدموش. لا لا، نوضي وخدمي مكان من راح ينفعك. هنا وضعت شوية لافاني، حاولت اني نكيل لكم الفارينة بتدقيق بالكاس اللي استعملته. هنا وضعت كاس باكي ونص خميرة كيميائية، ما يعادل 15 غرام. نضيف الكأس الثاني، ودائما نجمل الخميرة بأطراف الأصابع ما ندلكش. الكأس الثالث نضيفه بالتدريج. أطراف الأصابع فقط. الآن هنا رفدت لي 4 كيسان إلا ربع، ودائما كل واحدة والفارينة تاعها حسب نوع الفارينة. ما تنساوش الاشتراك وتضغطوا على زر اعجاب بس يوصل الفيديو لعدد اكبر من المشاهدين. هنا عندي كاوكاو محمص ومرحي، عندي مربى، انا جبت مربى المشمش درجه علبه وزن 500 غرام. ديروا اي ذوق تحت تحبوه، مهم 500 غرام. شويه كاوكاو يكون محمص ومطحون، واللي تحب دير نواس كوكو، تحب دير شوكولا في بريست كونفيتور كيما تحب.
العجينة عندي قسمتها على 3، هنا نحاول نحل العجينة مليح، نحاول من البداية أني نشكلها على شكل مربع إذا كان البلاطو تاعي شكله مربع، إذا كان مدور نحاول أني نحلها على شكل دائري. نستعين بالفارينة فقط ونحل، ندير سمكة حوالي نصف سنتيم أو أقل، في هذه الأثناء راني شعلت الفرن تاعي على درجة 170-180 أدنى درجة عندكم، ديروها فيها خلوه يسخن بس كي تكملو تلقاوه سخون ديجا من قبل. بعد ما مزجت الكاوكاو والكونفيتور تاوعي حنحطهم على جنب، ونكمل نحل طبقات تاوعي، حندير 3 طبقات، دائما الطبقة الوسطانية رقوها على الطبقة الفوقانية والتحتانية لأنها في الوسط وبينها طبقة تاع كونفيتور وتحتها طبقة تاع كونفيتور، طول ما راح تطير مالا رقوها باش ما تجيناش عجين. منحاولوش نخشنوها بزاف، هون ديجا درت الفارينة على البلاطو تاعي، فارينة فقط، لي تحب دير بابي كويسو دير، ورق الزبدة ورق الطهي. ودائما اللي تحب تحل العجينه تاعها بالحلال تحلو او المدلاك، حاولت عدلتها على البلاطو تاعي، راح نضيف كونفيتور بالكوكو. هنا بعد ما درت طبقتين من العجين وطبقتين من كونفيتور وكاوكاو، بعد ما طابت العجينه حاول اني نثقبها باش كي ندير الشوكولا ما تجينيش يابسه. هنا نكمل نثقب العجينه بعد ما تكون طابت، كون دوبت الشوكولا تاعي على حمام مائي، نضيف لها حليب او قهوه او ماء ساخن تكون تذوب، بعد ندهن بها السطح وجه الكعكة، وساهل لطيف الغفلة، يجي في الدقائق يوجد. وتنسى
تنسوش انكم تضغطوا على زر الاعجاب والاشتراك وتفعيل زر الجرس باش يوصلكوا كل ما هو جديد بوصفاتي، وصفات روتينات، اي حاجه تطلبوها مني، تدابير، خلطات، صفات تجميل، فلوجات. شكل التقطيع كما قلت لكم اختياري، هنا بعد ما طابت الحبة تاعي شوفوا كيفاش هشيشة، شوف غير مسليتها بدات تفرتت ولا أروع.